أنا ما أريد أكون متشائم أه حقيقة الأمر أستاذ ناصر في فترة من الفترات كان السيد المالكي لديه تقريبا بحدود أكثر من يعني وصل بحدود أكثر من 90 نائب بحدود 100 نائب في مجلس النواب وكان في وقتها الكتل السياسية يعني ما كانت جادة في التعاطي مع حكومته لذلك واجه الكثير من التحديات داخل قبة مجلس النواب وهو رجل يعني كان لديه بحدود بحدود 100 نائب في مجلس النواب بالتالي اليوم يعني رئيس وزراء بدون كتلة نيابية داعمة له او لا. يعني ليس لديه نائب واحد احنا كنا متفائلين بالسيد عادل عبد المهدي لكن مع الاسف يعني ما تعاطت الكتل السياسية بتعاطي صحيح مع السيد عادل عبد المهدي وشفنا التظاهرات اللي حثت والتحديات اللي واجهها عادل عبد المهدي وبالتالي هو في في ابسط ازمة الرجل غادر رئاسة الوزراء اليوم السيد الكاظمي خلينا نقول احنا نوعا ما مختلف عن السيد عادل عبد المهدي باعتبار ان هنالك تحدي وهذا التحدي يتطلب من الكتل السياسيه ان تدعم المرحله القادمه شنو يختلف شنو يختلف سيد نسيم كل العمليه السياسيه مهدده بالخطر اليوم لا سمح الله فشل الكاظمي هو فشل العمليه السياسيه بالتالي اليوم الكتل السياسيه عليها ان تقدم الدعم الكامل مساله يعني هل ان السيد الكاظمي راح يعني يرمي فشله او لا سامح الله يعني اخفاق على الفتره السابقه هذا الموضوع يعني اليوم العراق حقيقه يعني وضعه الاقتصادي سيء كل المجالات هي شبه معطله اليوم اقتصادنا يعني ما عندنا نظره اقتصاديه ولا عندنا سياسه ماليه ويعني بكل مؤسساتنا كل وزاراتنا ما عندنا استراتيجيه للعمل بالتالي هو ايش قد راح تكون فترته؟ راح تكون بحدود سنه او خلينا نقول في افضل الاحوال خل تكون سنه ونص، وشنو اللي يقدر راح يحققه في ظل انخفاض اسعار النفط، بعدين العراق اليوم حسب اتفاق اللي تم مؤخرا فيما بين وزاره النفط واوبك، العراق يعني تقللت حصته من 3800 الى بحدود بحدود مليونين و800 او بهالحدود هذا يعني برميل، وبالتالي هذا كله راح ينعكس على الوضع الاقتصادي للبلد. اليوم وضع صحي صعب اليوم هذا الفيروس يعني ما يهدد احنا قبل كنا كانت التهديد الامني كنا نعتقد بان يعني السيارات المفخخه والقتل اليوم لا هذا الوباء يهددك داخل بيتك ويهدد اسرتك